فعلا شيء بكبر القلب. شكرا لمخضرة وراجعين يا هوا، بحييكم عن جديد. منتابع مع ضيوفنا وضمن فقرة إلها حل. ضيفتي نائبة تمثل مدينة طرابلس الحلوة، امرأة حاضنة رموز ومعاني العيش المشترك. معنا بالاستوديو النائب ديما رشيد جمالي، رئيسة الشبكة الوطنية لميثاق الأمم المتحدة، لنحكي اليوم عن حملة الليرة بتشبع على دعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان. الندوة البرلمانية وضعت ابنة طرابلس الفيحاء النائب ديما رشيد جمالي نصب عينيها رؤية وتطلعات حملت عنوان التنمية الاجتماعية الاقتصادية على صعيد طرابلس وكل لبنان، وذلك لإدراكها العميق بأن هموم الناس المعيشية تخطت السياسة وتعقيداتها. الأكاديمية المتحمسة للتنمية المستدامة بكل تشعباتها واكبت ورش عمل قانونية ومتخصصة لتحصين صمود الفئات الأكثر تهميشاً على الصعد الاجتماعية والمعيشية والإنمائية والحقوقية، فقدمت حتى الآن رزمة اقتراحات قوانين تطال شرائح مجتمعية واسعة تحتاج لجرعة دعم تعزز صمودها. مروحة الاقتراحات شملت اقتراح تعديل مواد من قانون الضمان الاجتماعي لناحية مساعدة المضمون المسؤول عن أولاده القاصرين، واقتراح قانون مكافحة الهدر الغذائي وقد أقراه، والأخير كان على رأس سلم أولويات قوانينها الاجتماعية، واقتراح أفعال بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لمساندة الأسر الأكثر فقراً إلى اقتراح الكتل النسائية. وتبقى الإشارة إلى اقتراحات أخرى تم تقديمها إلى المجلس النيابي، منها تعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية المتعلق بالتوقيف الاحتياطي. هي عينة أولية لورشة مستدامة من عمل تشريعي متنوع باشرت بها النائب جمالي منذ بدء تجربتها القصيرة الأمد في البرلمان، لكن البعيدة الأمد في الرؤية والبرامج التي تتماهى مع مطالب أهل طرابلس ولبنان بالعيش بكرامة وأمان. ديما جمالي، صباح الخير عبر الجديد، أهلا وسهلا فيك. بدي أسألك أول شيء، انخراطك بالبرلمان اللبناني أجبرك أنك تدخلي إذا بدك ورشة عمل تشريعية، ولا هاي الموضوع أصلا أنت بيعنيك كتير؟ وطبعا اشتغلتي على كتير قوانين قيد التحذير وفي قصص على الطريق رح يتم إقراره. صحيح. أول شيء مرسي نسرين على استضافتي، أهلا وسهلا، واليوم الصبح وبوجه تحية لكل المشاهدين. أكيد أنا من وقت ما فتت على المجلس النيابي عندي كان ورشة عمل مستمرة كتير بزخم عم نشتغل ومثابرة، وفي ثلاث محاور أساسية إذا بدك يعني لكل هالتشريعات، اللي هي الهموم المعيشية والهموم الاجتماعية والفئات المهمشة والمستضعفة بلبنان. مثل ما شفنا بالدوكيومنتري بعد هيدي القوانين أنجزت، مثل مثلا قانون تعديل بعض مواد الضمان الاجتماعي لجهة أنه نضمن عدد أكبر، يعني نوسع المروحية مش بس الأبناء الشرعيين ولكن الأبناء المتبنين واللي تحت الوصاية الجبرية. وكان في قانون تاني كتير فخورة فيه، هو قانون الهدر الغذاء. اليوم بتعرفي بلبنان قدي نحنا من كب أكل، وهذا الموضوع له أهمية اقتصادية وبيئية، وكمان له أهمية بالنسبة لأنه نحافظ على المخزون الغذائي اللي عنا. كيف ممكن يعني كيف ممكن نحافظ ولا يقدر حدا يرجع يستعمله أو 100%. هلأ نحن كنا طموحين أكثر أنه كل الأكل اللي بيبقى حتى بالريستورانات وبالأعراس مثلا وبالكيترينج نقدر نتبرع بالشيء اللي باقي، ولكن هون كان في تحفظ بالنسبة لسلامة الغذاء، يعني عم يحط كتير مسؤولية على اللي بده يعطي هالأكل يكون الكواليتي وسلامة الغذاء محفوظة. مشان هيك اضطرينا نعمل شيء يعني عضيق أكتر، اللي هو بس بيقتصر أنه المواد الغذائية المعلبة
قبل ما تخلص صلاحيتها أي سوبر ماركت أو محل تجاري عم نعطيه تحفيزات ضريبية إنه يتبرع فيها لجمعية خيرية. فكانت هيدي فكرة، يعني الفكرة اللي انتهينا فيها، مع إنه يعني خطوة صغيرة ولكن خطوة أساسية. اليوم بتعرفي إنه هن السوبر ماركتس بيتلفوا هول المعلبات لأنه وإلا بيدفعوا ضرائب. فنحن عكسناها، قلنا لهم لا تبرعوا فيها وبتاخذوا تحفيز ضريبي. وبعتقد هذه كانت خطوة كتير مهمة. في قوانين أخرى قيد الإعداد، يعني أهم واحد يعني كتير فخورة فيه هو عم نشتغل على تعديل وتطوير قانون 220 على 2000، اللي هو القانون متعلق بذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم صار في اختلاف في مجلس النواب على التسمية، حتى في ناس بدت تسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات الإضافية. هذا الشيء اللي اتفق عليه المجلس النيابي بآخر جلسة تشريعية باليونسكو. بس التسمية الحقيقية هي ذوي الإعاقة، وهذه تسمية اللي مشت فيها الأمم المتحدة، وهذه في اتفاقية عالمية للأشخاص ذوي الإعاقة وقع عليها لبنان بال 2007، ولليوم نحن ما صدقناها، مفروض نصدقها بمجلس الوزراء وبمجلس النواب. هذه الاتفاقية كتير واضحة بالنسبة للتسمية. وليه؟ شو بيقى؟ ليش؟ لأنه مثلا شخص مسن هو عنده احتياجات خاصة طبعاً، ولكن ما عنده إعاقة. يعني لما عم تمشي بتسمية مثل ذوي الاحتياجات الخاصة أو الإضافية، هذه بتشمل كتير ناس أكبر أكتر من الناس اللي هن قصدهم هذا القانون، اللي هن فعلا عندهم إعاقة وبحاجة أنه نحن نساعدهم ونضوي عليهم ليحصلوا حقوقهم الأساسية. فنحن اليوم عنا قانون مطروح بمجلس النواب وعم يندرس باللجان النيابية. ليه بيندرس هالقد وقت؟ يعني ليه بتاخد القصص هلأ؟ بدي نق شوي. ليه بتاخد القصص؟ في أشياء باي ديفولت لازم تتاخد وينمض عليها. شو بيكونوا عم يعني شو عم بيشوفوا؟ شو عم بيدرسوا؟ يعني هيك قانون لازم على العميانة يمضوا كل النواب. هي 100% يعني. وبنسمع كثير انه اللجان مقبره القوانين، وفي كثير، بس انا عن خبرتي لهالسنتين بالمجلس النيابي بلاقي انه لا بعد صراحه انه بعد بالشق التشريعي في عنا مجال ولو صغير انه نقدر نعمل فرق. هلا المشكله الاكبر انه القوانين ما عم تتطبق. يعني في اليوم يعني لو اقرت ما عم تطبق. يعني نحن كثير ايام عم نشرع بطريقه مضبوطه، ولكن التطبيق في 66 قانون في لجنه لاحقت القوانين وطريقه تطبيقها. اليوم في 66 قانون بلبنان ما عم يطبقوا، مع انه هن قوانين من ناحيه تشريعيه ومن ناحيه انه المجتمع يعني الفائده الاجتماعيه اكيد قوانين سليمه. عندنا هي المشكله. والمشكله الثانيه بقلب المجلس انه كل شيء بطيء. يعني عروق مع البلد انه تمام وهيك وعايشين على رواق صراحه. انا يعني في اقول لك عن جد نظره شوي مختلفه. قولي لي حتى شوف انت من جوا. واعطي الحق عن جد اليوم مجلس النواب كمؤسسة عم يشتغل مزبوط، وفي نواب عم يشتغلوا بطريقة كتير جدية ومثابرة، ولكن الأشياء بتاخد وقت ولتوصلي على توافق على القوانين والتشريعات. يعني أول شيء بده يندرس القانون بطريقة سليمة، وبنعزم كثير من الخبراء مثلا بكل موضوع. مثلا هلا بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة عنا اللجنة رح تجتمع بكل الجمعيات يلي بتشتغل بهالمجال لحتى كمان ناخذ آرائهم. وبعدين لحتى تعيدي الصياغة توصلي لصياغة يتوافق عليها الجميع، هذا الموضوع بياخذ كثير وقت. منه تقصير من المجلس النيابي قد ما هو انه هو البروسس بياخذ وقت. ولحتى ينعمل بطريقه مضبوطه، هذا انا بكل تجرد من يعني النظره لجوا، اكيد فينا نسرع. وبده يكون لكل قانون بده يكون في حدا تشامبيون، يعني عم يشد عم يدفش فيه من جوا وعم يتابعه. اذا يعني ما بنتابع ما بنوصل للنتيجه. بده متابعه، بده متابعه، بده الواحد يكون عم يلاحق. غريب مع انه القوانين محقه، يعني مش مفروض هالقد البروسس تبعها يكون طويل. يعني هول خاصه لهالقصص للناس اللي عندها احتياجات خاصه
يعني هول القوانين لازم تقر بسرعه وتطبق بسرعه، شو عبالك بعد ديما انت يعني لانه الشق التشريعي والقوانين يلي بلكي بتحفظ حقوق خاصه على الناس المهمشه بيعنيك كثير وانت مسيرتك طويله بهالشق، شو كثير هذا يمكن الشيء الوحيد اللي عم يعطيني نوع من الرضا انه على شغلي بالشق التشريعي، هالتركيز على الفئات المهمشه والمستضعفه. نعم. نحن اليوم عندنا فرصه ان نوقف حدهم من خلال مثلا انا بعرف انه هذا القانون 220 على 2000 بحاجه ماسه للتطوير لحتى ينسجم مع الاتفاقات الدوليه. نعم. لحتى نخفف كل العقبات ونزللها لحتى هالعالم يقدروا يندمجوا بسوق العمل، يقدروا يحصلوا حقوقهم. فانا مثلا هذا القانون اشتغلت عليه من كل قلبي، واليوم عم شوف انه عم يسلك طريقه، وبنتمنى نوصل لنتيجه يكون الجميع راضي عنا وتقدر يعني عن جد تدمج هالعالم لان عندهم قدرات وطاقات كثير كبيره. أكيد. في قانون اخير رح احكي عنه. نعم. هيك بطريقه مختصره، هو قانون التكافل الاجتماعي. اليوم في بوزاره الشؤون الاجتماعيه برنامج الفقر اللي هو بيتضمن 44 الف عائله الاكثر فقرا بلبنان. نعم. عرف عنه البنك الدولي ب 2012 مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، وكل سنتين ثلاثه بنعمل ابديت لهالعائلات. نعم. من خلال زيارات للمنازل. اليوم هذا البرنامج كل التمويل له عم يجي من جهات خارجيه، يعني عم يجي من الايو، عم يجي من الانترناشونال بارتنرز، بس لبنان ما عم يخصص ميزانيه لهودي العائلات المستضعفه الاكثر فقرا على مساحه الوطن. هذا القانون يلي نحن عم ندرسه بهيئه التنميه المستدامه يلي انا بترأسها ومعك زملاء بعقده، عم يخصص ميزانيه بس لدعم هذه العائلات الأكثر فقراً بلبنان، وعم يعمل هيئة مستقلة عم يحطها بوزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن ممثلين عن الوزارات الأخرى مثل وزارة الصحة ووزارة التربية. هؤلاء المستفيدين اللي هن الأكثر فقراً على مساحة لبنان اللي عرف عليهم البنك الدولي بيحصلوا على بطاقة كانت اسمها بطاقة حياة. بطاقة حياة بتخليهم يحصلوا حقوق طبية يروحوا يتطببوا، تربية يفوتوا أولادهم على المدارس، وكمان بطاقة غذائية لحتى يقدروا يروحوا يشتروا أكل. تقريبا عم نحكي 60 ألف لكل فرد، 60 ألف ليرة لكل فرد من العائلة. عندك عائلة ماكسيموم 6 أشخاص تقريبا عم نحكي 300 ألف. وكيف يتم اختيار العيال؟ هودي العيال في معايير دولية نحن على أساسها عم يعبوا استمارات، وعلى أساسها البنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية بيراجعوا كل هالاستمارات وبيحددوا العيال المستفيدة. من 44 ألف عائلة بس 15 ألف عم يقدروا يحصلوا على البطاقة الغذائية، ونحن مشان هيك أطلقنا هلأ بحكي لك عن حملة الليرة حملة بتشبع. هيدا نبلش نحكي عن حملة الليرة بتشبع يلي تمام، بس خليني اقول كلمة أخيرة إنه هاي البطاقة بطاقة حياة بالسنتين الماضيين، وفي كثير من المشاهدين عم يسمعونا وبحب أوضح هالشيء، ما قدروا يحصلوا لا الإفادة الصحية ولا إنه يقدروا يحصلوا الإفادة التربوية. نحن من خلال هذا القانون يلي اليوم عم نجتمع لنبته، عم نخلق هيئة مستقلة فيها ممثلين من كل هدول الوزارات ليقدروا يشتغلوا بطريقة منظمة لنقدر يعني حتى المستفيدين يقدروا يحصلوا حقوقهم على الصعيد الغذائي والتربوي والصحي. نعم. فهذا عشق التشريعي. حملة الليرة بتشبع هلا بعد شوي رح نحضر ريبورت عنه، هي حملة حلوة بلكي أول شيء أنصفت ليرتنا اللبنانية وحسستنا قد ايه ضروري يعني نوقف حد بعض، يعني منروح ومنحور وبنرجع بنلاقي انه ما قلنا غير نكون ايدنا بايد بعض. حمله الليره بتشبع، خبريني انت عنها بمساعده اذا بدك القطاع الخاص. صحيح. نعم. هاي حمله اول شيء كثير فخوره فيها، وهيدا دور انا بلعبه من 2015 كممثله للامم المتحده بلبنان قبل ما فوت على المجلس النيابي. نحن عندنا شبكة وطنية على صعيد لبنان بتتضمن 250 مؤسسة من أكبر المؤسسات القطاع الخاص بلبنان. لما نحن تواصلنا مع وزارة الشؤون الاجتماعية الوزير رمزي المشرفي بوجه له تحية عم يشتغل شغل كتير حلو، ومع برنامج الأغذية العالمي
اكتشفنا أنه من أصل 50,000 عائلة بدك تقولي وأكثر، لأنه اليوم زادت كتير نسبة الفقر بلبنان. اليوم 22 أنتم بحاجة تساعدوا 44,000 عائلة، هلأ صار العدد أكثر بكتير قريبا حنصير كلنا يعني أصلا تقريبا عم كنت أقول لك أنا شي مرة أنه بدنا يعني رح نوصل كلنا لهالمرحلة. للأسف البلد مع الأسف واصل لوضع مرحلة كتير صعبة على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الاجتماعي، واليوم مع الوضع الصحي ومع كورونا صار في يعني عدد العيال المستضعفة زاد دوبل. 22% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر الاكستريم بوفرتي، يعني عم يعيشوا على أقل من 5 دولارات باليوم، وتقريبا 50% من الشعب اللبناني صار تحت خط الفقر العادي، يعني عم يعيشوا على أقل من 8 دولارات باليوم. نحن نظرا لهالأوضاع حبينا أنه نفعل هالشراكة مع القطاع الخاص ونشاركهم على امتداد كل الوطن، على امتداد الوطن، وخصوصا الشركات اللي هن منتسبين معنا بهالشبكة اللي تابعة للأمم المتحدة. أطلقنا هالحملة هلأ لها شهرين وباقي شهر واحد، وكانت المساهمة الأساسية عم تجي من هالشركات لحتى نقدر نجمع أكبر مبلغ لدعم أكثر عدد من العائلات ليستفيدوا من هالبطاقة الغذائية. اليوم في ناس بتشكي أنه أنا نصحان وأنا أنه عندي تخمة من الأكل، وفي ناس ما عندها 2,000-3,000 ليرة بجيبتها لتشتري المواد الأساسية الغذائية. صحيح. الأساسية أكيد. وكتير فخورة أنه لليوم صرنا مجمعين 400 مليون ليرة. 400 مليون صح. تقريبا 500 مليون عندي اجتماع اليوم. حنوصل لل 500 مليون. في شركة من معنا وحابين يدلوا أنونيمس عم يعملوا ماتشنج. تصوري أنه كل شيء نحن منجمعه هن بحطوا مقابيله، يعني أنا الإنسان اجتني 100 مليون اليوم ليرة دونيشن، عم يحطوا 100 مليون مقابله. ليه بدأوا بواب السياسيين؟ كلهم عندهم شركات خاصه، يعني مش از سياسي از انه مستثمر لبناني او بدك صراحه. في كثير من السياسيين عم يساعدوا، يعني مع انه هذا البرنامج بعيد كل البعد عن السياسه وعن السياسيين وعن الاحزاب. لا بعرف، بعيد جدا الحمله كلها بعيد. وهذا انا ما عم بعمله ابدا بصفه نائب او بصفه نائب بتيار المستقبل، ولكن بصفه انسانيه اجتماعيه مع الامم المتحده، مع برنامج الاغذيه العالمي اللي عنده مصداقيه وشفافيه كثير كبيره. فبتمنى لكل المشاهدين اللي اليوم عم يسمعونا انه يساهموا معنا. لانه يعني كل 10,000 20,000 50,000 كله عم يجمع ايد بايد. نحن مجبورين بهالظروف نقف حد بعض. عن جد تفضلتي وحكيتي، هيدا التكافل الاجتماعي، هيدا وقته، ولبنان هيدا الشيء اللي مخليه انه يضاين ويستمر. عم نشوف اللبنانيين باصعب الظروف قد ايه عم يوقفوا حد بعض، عم يحسوا ببعض، وعم يعني يشاركوا مثلا مثل بهالحمله، عم نوصل لنتيجه كثير حلوه لهالعائله. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله نحن اليوم نكون كمان ساهمنا معكم انه اللي قادر يساعد. رح نختم ديما جمالي مع ريبورت عن الليره بتشبع. بدي اتشكرك كثير، اتشكر حضورك، وان شاء الله بتضلكم تعملوا خير، ويعطيك الف عافيه.